وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين على المال والآلات؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه باطل ومحرم، لما فيه من الربا، ولما فيه من القمار، ولما فيه من الغرر والجهالة، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ففيه محاذير كثيرة. لا يجوز التأمين بجميع أنواعه إذا كان القصد منه الاستثمار والتجارة. نعم.